سوف نتعرف في هذا الدرس على أداة القلم الرصاص Pencil وأداة تغيير الألوان Color Replacement. وسوف نبدأ أولا بالتعرف على أداة البنسل، وهذه الأداة مشابهة للبرش العادية، ولكن الخطوط المرسومة بها تكون أكثر حدة من تلك المرسومة بالبرش. ولتجربة هذه الأداة نقوم بتحديدها، ثم نقوم بالضغط مع السحب داخل منطقة الرسم كما نرى، ويمكننا تغيير شكل وحجم فرشاة الرسم من الـ Options Bar بنفس الطريقة التي تعرفنا عليها في الدروس السابقة. والآن سوف نتعرف على الأداة التالية، وهي الأداة